السلام عليكم. هذا النهار غادي نوجد لكم شي شهوه بدجاج بلدي اللي هي في المغرب كنسميوها الحلبه. هذه الحلبه يا لاله الا كانت نفيسه والده خصنا ضروري نديروها لها، يعني فيها العشوب بزايد وفيها الفوائد. هذه هي الحلبه ديالنا اللي نقيناها وفزقناها، نتوما كتشاهدوا معنا. كنتمنى نال الاعجاب ديالكم، إلا كان شي تعليق صيفطوه لنا. ديما طيشة محكوكة ودرنا الحلبة، بعد ما درنا الحلبة كنشدو البصلة ديالنا بحال هكا كنشلضوها سنانف يا دي البصلة ديالنا. من بعد ما لقيناها كدينا الحلبة ديالنا. هاد الحلبة كت لي فيه البرد مرض فيه البرد بلا ما يمشي للطبيب. حنا دابا في العروبية ما كنمشيوش للدواو، يعني ما كنشريوش الدواء بزاف غير الا كانت للضرورة، كانت شي حاجة خفيفة كنداولها غير سنانف. كنشدو التويمة ديالنا، التومة الحمراء كنغسلوها وتنحيدو لها ديك القشور، نحيدو لها الراس ديالها وتنخليوها هكا بالقشر ديالها باش كتكون محتافظة على المواد اللي فيها، ما كتطلقهمش للمطعم. اللي بغا ياكلها اللي ما بغاش تيخليها. تناخدو لي شوية واحد الراس منقي بحال هكدا، تناخدو فليو والزعتر والزيترة، هما نقيتهم مخلطين فليو والزعتر وشوية ديال الزيترة، كنحكوهم هكا غير بين يدينا تيفلقو، النكهة ديالهم زوينة. هاد الأعشاب يعني هاد الحلبة اللي غنديرو تيديروها الناس، المرأة اللي ما تتولدش اللي كيكون عندها البرد في الوالدة كتاكل هاد العشوب، وان شاء الله ربي تيسهل وكيجيب النتيجه كتحمل. هذه مخينزه، مخينزه ديالنا جنيناها، هذه مخينزه كتكون مزيانه للنزله مزيانه للسخانه، كدقيها للدراري صغار وتصفيها، ويلا شرب هي معلقه صغيره يعني بحال اللي شرب جوج معالق ديال السيرو، كتنزل السخانه في البلاصه. كنقطعوها هكذا بحال الشكل ديال القزبور المعدنوس، هذه مخنزة ديالنا غسلناها ونقيناها ونشفت. السلام عليكم. هذا قزبور المعدنوس ديالنا غسلناه ونشفناه، كنديرو حتى هو بحال هكذا، تربطوه كنحطوه غير ربيطة، كيطلق لنا غير النكهة ديالو. كنشدو يا لالا سكينجبير مطحون على اليد، سكينجبير كنشدو الخرقوم، الخرقوم ديالنا تنضيفو حسب عينك ميزانك، كيعرف المريقة ديالك غادي تجي ملبية وتجي مزيانة حسب العطرية. البزار اللي كان البزار مزيان تيجي حار ديريه شي شوية باش ما تجيكش حارة، كاين اللي ما تتبغيش الحار الطياب ديالو يعني يجي لذيذ بلا حار، مع ديك الأعشاب ما خصش الحار باش مليحة. ثم كتبعوا معنا، يعني كندير لكم شي حاجة ديال العروبية طبيعية خالية من الأمراض، وكتداوي هادشي كيداوي من البرد كيداوي من الروماتيزم كيداوي، ومزيان
لصحاب السكر وصحاب اي مرض، يعني الحمد لله يمكنوا ياكلوا، يعني ما تمنعوا حتى شي حاجه. كنديروا زويته بلديه ديال البلاد، احنا ضفنا ديك الكميه ديال الماء، دجاج بلدي وفليو والزعتر والمخينزه والربيع، نتوما كتشوفوا معنا، يعني هذه تحيد المراه اللي فيها البرد 100%. والحلبه كاين اللي تيديرها كيحطها في الطاجين، كيديرها في الطريف ديال التبرقيوق وتنزلها في الطبيصلات. انا بغيت نزلها في المريقه باش تطلق المذاق ديالها. هانتوما ان شاء الله ردوها الطيب وغادي نقدموها لكم ان شاء الله. هذه هي العجينه ديالنا ديال الملاوي ديال الحلبه، طحينه ديالنا مخلطنا شويه ديال الزرع مع الفورس ولالو مليحه، كندلكوها مزيان على ما تطيب المريقه ديالنا. طيبوا المليويات ديالنا وغادي نفتتوهم وغادي نقدموها للمشاهدين بالصحه والصحه والسلامه. وما تنساوش تدعمونا باللايكات ديالكم وتجيو ديري لنا جيم، الا كان شي تعليق صيفطوه لنا. وشكرا لكم، السلام عليكم. هذه طبقات العجينه ديالنا ديال المليويات، على فكره انا ما تنفرقهاش بالطحينه الرقيق، كنفرق بالسميده باش كتجي الملاوي ديالنا قرش، وكيف ضروا لها في المعده مع طحينه ديال الزرع، يعني ما كدير لها في المعده لا والو. والزيت كنخلط زيت دي سيور، كنخلط الزيت دي سيور مع الزيت البلديه باش كنطيب طيابي كامل. احنا صوبنا كحلو تيرتاح، وكنطيبوه وكنفتتوه وكنسقيوه بالمريقة ديالنا اللي كلها اعشاب، كلها دواء، يعني كلها دواء البرد. هذه تنقول لها انا حلبة دواء البرد. كنتمنى من كل مرة تصوبها في دارها وتبارطاجيو هذا الفيديو لكل عزيز عليكم، وتابعونا ان شاء الله. من بعد ما تلقوا المليويات ديالنا الطاجين ديالنا سخن، غنبداو كنطيبوا المليويات ديالنا على عافية مهيلة باش كيطيبو على خاطرهم. على فكرة مروية مازيغ وعياش جا أصل زيت عياش الميدل، اليوم قدام خياط هذا تمنخ هذا غور تشاركم دعم ما خص لايك في النون تيم جيم تلقى جيم ساعونا في ويان نطوطها والسار اللي الحاجه الكوميديا. السلام عليكم، حنا طيبنا المليويات ديالنا، نتوما كتشوفوا مورقين زوينين، ها هما المليويات ديالنا.
كنشدوهم بحال هاد الطريقه، كنقطعوهم صغيرات طريفات صغيرين بحال هكذا. هانتوما كتشوفو كنفتتو مغيبيات ديالنا، يعني مورقين وخورش بسميلة، الطحين ديال الزرع والزيت بلدية ريحتو كتشهي بزويتة بلدية، يعني مع شي برادة تاعي تا هو يجي غزال. نتوما كتشوفو سخون سخون سخون، تحرقت تبارك الله بحال تسريد. ونبغي هاد الشهيوة لكل المرأة مغربية خارجية، كل واحد عزيز عليه راسو عزيز عليه صحتو ويعتني بالصحيحة ديالو، يعني ما نبقاوش حنايا غير حاجة وحدة، خصنا مرة مرة نبدلو، ناكل حاجة طبيعية بزويتة بلدية والأعشاب، وغادي نلقاو فيها صحتنا، ماشي غير الفلوس تكون تاكل بنادم ماكلة الزنقة، تا كيمرضها السكر ها الملحة، يعني هادشي طبيعي وعارفين شنو دايرين بيديكم، وتاكلوه بصحيحة والسلامة وطول عمركم إن شاء الله. عليكم غادي نوريكم واحد الطريقة حتى هي كتحتاجها كتكون في هاد الحلبة ديالنا فيها العشوب، هادي الكبيدة ديال الدجاج كنحطوها بهاد الطريقة. حنا تنقولو له في البادية الكاشير، هاد الكاشير خصو ضروري يكون على القصعة ديال الحلبة، كنحتاجو فيها لالا الكبدة ديال الدجاج، كنحتاجو فيها صبور ومعدنوس والثومة بزايد، كنحتاجو البيض الزيدي، ثلاثة البيضات ديال البيض الزيدي، كنديرو الكمون، هذا تنقولو له الكاشير، يعني كيبقى تنديرو في المريقة ديالنا تيبقى بحال الكاشير، في الكبيدة وشرمولة الحوت، هذه الحمراء، كنديرو الكعبة هو سكين كبير، إذا كانت عندنا الشرمولة ديالنا فيها الملحة نديرو له حسب الذوق ديالنا المليحة غير شي شويش ما تجيش مالحة، كنديرو الحار كنشدو تنخلطوها، أنا كنخلط كلشي بيديا، يعني راهم شابعين تمارة وشابعين يا لالا الصابون وجافيل نقايل، كنخلطو ديكشي مزيان، كاين دمج مع كاين دمج مع العطرية وديك كيعجب بحال هكا. دابا هاديك هي كشر ديالنا اللي صوبنا، حنا خويناه في الميكا باش مني غادي يطيب في الطنجرة ديالنا غادي نزلوه وغادي يطيب ديك البيض مع ديك الشرمولة وديك الكبيدة ديال الدجاج. ونسيت ما فكرتكمش راني درت فيها راس الحانوت، تا هو راس الحانوت ضروري، هو درتو في الحلبة ودرتو هنا ما ذكرتوش، وغادي نحطو في وسط المريقة وكتجمد ديك البيض كيطيب وكيولي بحال الكاشر. غادي نوريكم ان شاء الله تالي وغادي تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله.
السلام عليكم. من بعد ما صوبنا الحلبة ديالنا وتقناها بالإتقان ووجدناها لكم بصحة والسلامة، هالكشير ديالنا اللي صوبنا ودرناه في الميكا ودرناه في المريقة حتى تصوب. وعلى فكرة من تاكلوا الحلبة ما تشربوش موراها الماء، حيت فيها الأعشاب يمكن لها تضركم. هالتويمة ديالنا، الراس ديال التويمة اللي بقى طايب، يعني اللي بغاها تياخدها تياكلها. هاد الماكلة كيديروها شلوح بزاف وصحراوة وكويس داتاي، حسن لكم من ديك الماء. شربوا كاس داتاي سخون باش ما تدركم شاي، حيت فيها العشوب، وما تشربوش الماء بارد، عليها واحد ساعة الماء كانا. شربوه الماء دافي، يعني ما يكونش بارد بزاف. وبصحتكم وراحتكم، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم ودعمونا باللايكات ديالكم ودو ريجيم. وشكرا لكم، مازال ان شاء الله نوريكم شهيوات اللي تنال الاعجاب ديالكم. والسلام عليكم.